بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي محاضرات الأسبوع السابع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لساتنا مواصلين في موضوع الرسم. بالأسبوع السادس شفنا الرسم في المستوى. بهذا الأسبوع راح نتعلم الرسم في الدوال في الفراغ، وبعدك نشوف الترايجومتريك كيف راح نرسمه بإذن الله تعالى. بالنسبة لرسم الدوال في الفراغ، الدالة تبعنا اللي هي زد تساوي اف اوف اكس وواي. لو فاكرين كان في المستوى كانت هي اف اوف اكس وواي، اوكي. هنا لا عندنا ثلاث متغيرات، الزد هي المستقل، الزد هي سوري الزد هي التابع، واكس واي هي المتغيرات المستقلة. هي المتغيرات ايش؟ المستقلة. لو فاكرين كمان بالمستوى حكينا بعد ما نجيب المدى معناه احنا قاصدين فيه الواي، اوكي. هنا اذا احنا اوجدنا المدى معناه مقصود فيه الزد، مقصود فيه ايش؟ الزد. بالمستوى كنا بنجيب نقطتين اللي هي اكس وواي، هنا لا راح نجيب اكس واي ان زي، اكس واي ان زي. طب الامر اللي احنا كنا نستخدمه هو كان بلوت، صحيح. الآن لأنه إحنا بنحكي عن الفراغ، فإيش بنكتب الفراغ في 3 dimension، أوكي. لذلك بنكتب plot 3D، دي اختصار لـ dimension، اختصار إلى dimension، أوكي. راح نكتب المتغير تبعنا والـ x minimum والـ x max اللي هي الدومين اللي بيحطونا إياه بالنسبة للـ x، والدومين بالنسبة لإيش؟ للواي. بالنسبة لإيش؟ للواي. الآن راح ناخد هذا المثال ونرجع مرة ثانية نشوف باقي الأوامر بإذن الله تعالى. طبعا عندنا هذا هو المثال، ايش يقول لي؟ رسم الدالة ساين اكس وواي، اوكي. الاكس هذا الدومين تبعه، والواي هذا الدومين تبعه او الرينج تبعه، اوكي. طب بنفس الطريقة اللي احنا كنا نستخدمها في المستوى، كنا ايش بنعمل؟ بنكتب البلوت وبنكتب الفانكشن وبعدين ايش؟ المتغير والدومين تبعنا، صحيح. هنا حنكتب بلوت 3D، حنكتب بلوت سوري رح نكتب بلوت 3D، اوكي. بعدين رح نكتب الفانكشن تبعنا اللي هي ساين، اوكي، ساين اكس واي، ساين اكس واي، اوكي. كتبنا ايش؟ الفانكشن تبعنا. بعد الفانكشن رح نكتب ايش؟ المتغير، وهنا عندنا متغيرات، اوكي. فرح نكتب الاكس والدومين تبعه، اكس والدومين تبعه اللي هي 0 و4، 0 و4. بعدك راح نكتب الواي والدومين تبعه، اوكي، 0 ايضا و4، 0 و4، اوكي. الان ايش عملنا؟ كتبنا الفانكشن والمتغيرات والدومين تبعه، وراح اسكر السكوير براكتس واعمل شيفت ان انتر، شيفت ان انتر. طب نشوف كيف راح يطلع معنا الرسم. هات هو في 3 دايمنشن، اوكي. هات هو ايش؟ شايفين معي؟ هات هو في 3 دايمنشن، اوكي. شايفين كيف طلعت معي ساين اكس واي؟ اوكي، شايفين كيف طلعت معي ساين اكس واي؟ اوكي، هذه هي المحاور تبعنا، اوكي. اوكي، فهات هو بالنسبة لإيش؟ هات بين اكس واي ان زي، اوكي، اكس واي ان زي في 3 دايمنشن، في 3 ايش؟ دايمنشن. اذا حركناه بأي اتجاه، شايفين كيف معي؟ اوكي، هذا هو الرسم في 3 دايمنشن، هذا هو الرسم وين؟ في 3 دايمنشن، اوكي. زي ما احنا عملنا كان بالمستوى، حكينا انه في اوبشنز، اوكي. احنا ممكن ايش؟ انه احنا ممكن نضيفها. الان نفس الشيء بالنسبه لي في 3 دايمنشن، نفس الشيء عندنا اوبشنز، اوكي. وكان عندنا نفس طريقه الجدول، هات كان بالبلين اللي هو المستوى. الان راح نشوف بالسبيس راح ايش راح يصير معنا. إذا إحنا كتبنا access true نفس الأمر، معناها إنه رسم المحاور يصير لإيش؟ المحاور. إذا كتبت له access label none معناها كتابة عناوين على المحاور، اكتب لي عناوين
على المحاور. اوكي، اذا كتبت بلوت ليبل معناها ايش؟ كتابة عنوان على الرسم، وهذه خيارات قيم اخرى اختيارية يعني فيك انت تستخدمها، اللي هي اكسس فولس. اوكي، وتعرفنا على الاكسس فولس انه راح نحذف المحاور. صحيح، نفس الشيء هنا الاكسس ليبل زد ليبل، ولا راح تسمي المحور زد وراح تسمي المحور اكسس، الواي الواي والاكس والواي. اوكي، البلوت ليبل برضو نفس الشيء هذول، وهذه الاوبشنز تبعنا الرئيسية. اوكي، طب لو حكيت بلوت بوينتس حكينا عنها النقاط. اوكي، حكينا عنها لو احنا عايزين نضيف ايش؟ نقاط. عايزين نضيف ايش؟ نقاط. طيب البلوت رينج اللي هو مدى الاحداثيات، اوتوماتيك يعني يعمل لي بنفس الطريقة اللي موجودة وين في الماتلاب، نفس الشيء سوري بالماثماتيكا. اوكي، طيب ترقيم المحاور اللي هي ايش؟ تكس اوتوماتيك. اوكي، اوتوماتيك يعني اوتوماتيك برضو بنرقم لي بالطريقة الديفولت اللي هي موجودة بالبرنامج، الموجودة بالبرنامج. طب الآن هدول الأمثلة راح نطبق عليهم الأوامر الأوبشنز اللي احنا شفناها الآن على الجدول. أوكي، بإذن الله تعالى. طب الآن عندنا 3 examples. أول واحد قال لي رسم الدالة ساين اكس واي على المنطقة المستديرة الشكل اللي هي عندنا الدومين تبع الاكس وتبع الواي. أوكي، مع كتابة العناوين. أوكي، عايزين نكتب ايش العناوين على الاكسس اكسس والواي اكسس ان الزي اكسس. أوكي، بالبداية نفس الطريقة اللي احنا بدأنا فيها في البلين. اوكي، راح نرسم وبعدين نشوف ايش اللي مطلوب. اوكي، الامر تبعنا في 3 دايمنشن، حكينا بلوت 3 دي. اوكي، بلوت 3 دي راح اكتب الفانكشن تبعي اللي هي ساين. اوكي، اللي هي ساين اكس واي، ساين اكس ايش واي، هذه الفانكشن تبعي. بعدين حكينا ايش راح نكتب؟ راح نكتب المتغيرات تبعي والدومين تبعهم. اوكي، والدومين ايش تبعهم؟ هذا هو المتغير الاول والدومين تبعه، وهات هو المتغير الثاني والدومين ايش تبعه، والدومين ايش تبعه. اوكي، الان خلصت من المتغيرات والدومين تبعهم. اوكي، الى الان هنا احنا هذا الجزئية الرسم. طيب نشوف ايش هذا قال لي رسومي، هذه جزئية ايش؟ الرسم. بعد كده قال لي كتابة العناوين. كتابة العناوين الامر تبعنا اللي هو اكسس ليبل. اوكي، طيب ايش عايزين احنا؟ عايزين نسميها ايش؟ زد اكس سوري اكس داش اكسس. اوكي، لا ننسى انه نكتبه بالسمول، هذاك اليوم انا كتبت بالكابيتال. اوكي، بعدين ايش راح نكتب؟ الواي. اوكي، واي اكسس نفس الشيء. اوكي، بعدك ايش راح نعمل؟ راح نكتب الزي كوما. اوكي، راح نكتب الزي نفس الشيء اكسس. اوكي، الآن كتبت ايش؟ سميت الآن عملت سميت المحاور الثلاثة. اوكي، سميت ايش المحاور؟ ايش الثلاثة، وراح اسكر ايش السكوير براكت وشوف ايش بيحطينا. شايفين الآن ايش احطانا يا جماعة؟ احطانا اسم الواي اكسيس، الاكس اكسيس، الزي اكسيس. شايفين كيف؟ اوكي، شايفين المحاور؟ هذا هو الواي اكسيس، هذا هو الاكس اكسيس، وهذا هو الزي اكسس. اوكي، هدول هن الثلاث محاور تبعي، هدول هن ايش؟ الثلاث محاور. طب اما المثال الثاني، اوكي، اما المثال الثاني ايش مطلوب مني؟ استخدم المتغير RB2 كمخزن يوضع داخله امر اعادة الرسم الشو للشكل السابق مع تغيير مدى الرسم. اوكي، طب الشكل السابق هذا بيحكوا عن هاد، هاد معناها ايش؟ مفترض احنا نسميه RB1. صحيح، RB1 equal. اوكي، سميناه RB1، قال لي سمي هذا الجديد. اوكي، RB2، قال لي سميه ايش؟ RB2، هذا اول شيء. اوكي، قال لي استخدم ايش الامر شو؟ استخدم الامر شو. اوكي، استخدم الامر شو لاستخدام ايش؟ شو للشكل السابق اللي هو RB1
ار بي 1 اوكي اللي احنا خلصنا منه الان اوكي، وبعدين ايش نعمل مع تغيير مدى الرسم؟ اوكي المدى حكينا هو بلوت رينج، اوكي اللي هو ايش بلوت رينج المدى. طيب المدى تبعي راح اغيره لايش؟ راح اغيره الى ايش؟ ماينس 0.5 اوكي، ماينس 0.5 و 0.5 و سوري و 0.5 اوكي. هنا عندي ماينس 0.5 و 0.5، راح اسكر الكيرلي براكتس وبعدين الاسكوير براكتس. تاني مرة قال استخدمي المتغير RB2 اوكي كمخزن يوضع داخله امر اعادة الرسم، اعادة الرسم اللي هو شو بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لـ RB1 اللي هو الشكل الأول هذا اللي احنا اشتغلناه، أوكي؟ مع تغيير المدى تبعي، المدى تبعي حكينا هو plot range، أوكي؟ الأمر تبعه، نغيره لإيش؟ minus 0.5 و 0.5، راح نعمل shift and enter. شايفين كيف طلع معنا يا جماعة؟ شايفين الشكل الجديد إيش طلع معي؟ شايفين كيف؟ هذا هو الشكل الجديد تبعي، أوكي؟ وهدول هم المحاور تبعي، هذا المحور الواي وهذا الاكس وهذا ايش الزي وهذا ايش الزي. فحصل ايش تغيير، فحصل تغيير في ايش؟ شايفين حصل تغيير في الشكل تبعنا. هذا كان الشكل الاول اوكي، هذا هو الشكل الاول عملنا له اعادة تدوير اوكي، اعادة رسم سوري، واستخدمنا الامر شو وغيرنا الرينج تبعه، غيرنا ايش الرينج تبعه، صار بهذه الطريقة، صار معي بهذه ايش الطريقة، هذه الشكل ايش الجديد اوكي. طب الان المثال اللي بعده ايش يقول لي؟ نفس الشيء، انه راح نرسم نفس الدالة تبعنا اللي احنا اخذناها من شوية، بس في طلب مطلوب، في اوبشن جديد مطلوب مننا. فانا راح اسحب، راح اعمل كوبي اوكي، راح اعمل كوبي لنفس الدالة اللي احنا اشتغلناها عشان ثاني مرة ما راح اعيدها اوكي. طيب نشوف ايش اللي مطلوب اوكي، نشوف ايش اللي مطلوب. طيب هذه هي الدالة تبعي، نفس الدالة تبعي اللي هي ساين اكس واي، ونفس الرينج تبعي اوكي، نفس الرينج او الدومين تبعي. طيب قال لي مع استخدام ايش؟ مع استخدام الاختيار plot points اوكي، مع استخدام ايش plot points. طيب plot ايش حكينا؟ points اوكي، plot points. طيب plot points راح اغيره لايش؟ ل 14 اوكي، ل 14، وترقيم محور الاحداثيات زي فقط اوكي، عايزين نرقم محور الاحداثيات فقط، وحكينا انه الترقيم اللي هو تكس اوكي، هذا الامر اللي انا بستخدمه للترقيم، هذا الامر اللي انا بستخدم لايش؟ للترقيم. طيب انا ايش راح اكتب في مكان ال بمكان الاكس؟ راح اكتب نان، لا ترقم لي اوكي. نفس الشيء في مكان الواي راح اكتب نان، في مكان الزي راح اكتب اوتوماتيك، لانه هذا اللي انا حابه ايش؟ هذا اللي انا حابه ارقمه، هذا اللي انا حابه ايش ارقمه اوكي. هذول لانه قال لي ترقيم محور الاحداثيات زي فقط، لذلك مكان الاكس كتبت نون، مكان الواي نون، مكان الزي كتبت ايش؟ اوتوماتيك، كتبت ايش؟ اوتوماتيك. وبكده بنكون خلصنا ايش اللي مطلوب، خلصنا ايش اللي مطلوب. راح اعمل شيفت ان انتر، شيفت ان انتر اوكي، نشوف كيف راح يطلع معنا الرسم، نشوف كيف راح يطلع معنا ايش الرسم. هاد هو الرسم، شايفين معي يا جماعة؟ شايفين ايش عمل؟ هذا هو محور الزي، هذا هو محور ايش الزي، رقم لي محور الزي. اما بالنسبة لمحور الواي ومحور الاكس، الاكس ما في شيء، ما في ترقيم اوكي، فقط الترقيم وين؟ شايفين معي؟ في محور الزي فقط، في محور الزي ايش فقط اوكي. هذا بالنسبة لايش؟ هذا بالنسبة لي اللي مطلوب انه ترقيم محور الاحداثيات زي فقط، زي ايش فقط. طب الآن احنا تعرفنا على أمرين اللي هو بلوت 3D أوكي والشو أوكي وإيش والشو. طيب بالنسبة لي
بالنسبة للرسم في 3 دايمنشن احنا بنعتبره كأنه هو صورة فوتوغرافية للسطوح، اوكي؟ عشان انا اشوف السطوح من مناطق مختلفة عندنا امر ثاني انا بستخدم اسمه فيو بوينت، اوكي؟ اسم يطلق عليه فيو بوينت، اوكي؟ هذول لتحديد إحداثيات النقطة في الفراغ، لأنه نحن بنتكلم عن الـ عن السبيس، أوكي؟ فعندنا حكينا إنه الـ X Y and Z، فعشان أنا أحدد هدول في الفراغ، النقاط هدول في الفراغ، بستخدم أمر إيش اسمه؟ View Points، أوكي؟ طيب هدول لو ملاحظين معي في الرسم الآن من شوية كان كأنه داخل بوكس، صح؟ كأنه داخل بوكس اللي هو صندوق، كأنه داخل إيش؟ صندوق. فعندنا عندنا اختيار او امر اسمه ايش؟ بوكس ريشوز، اللي هو ايش؟ هذا بواسطته انا بعرف ابعاد الصندوق تبعي، ابعاد ايش؟ الصندوق تبعي. لو رجعنا للرسم مرة ثانية، خلونا نرجع للرسم. شايفين مع الرسم هذا كأنه داخل ايش؟ كأنه داخل صندوق، كأنه داخل ايش؟ صندوق. اوكي، عشان اعرف ابعاد هذا الصندوق بستخدم حكاية الامر ايش؟ بستخدم الامر تبعي اللي هو بوكس ريشيوز. اوكي، هذا بالنسبة لايش؟ هذا بالنسبة للفيو بوينتس عشان احدد النقاط اللي في الفراغ، اوكي، والبوكس ريشيوز عشان انا احدد ابعاد الصندوق، ابعاد ايش؟ الصندوق. طيب هدول الصندوق ها سوري الجدول هاد عندنا فيه بعض الأوامر، أوكي؟ مثلا لو كتبت view point، أوكي، وحددت هدول النقاط، معناها إيش؟ تحديد إحداثيات نقط في الفراغ، أوكي؟ اللي هي هذه نقطة ال X وال Y and ال Z. إذا أنا حابة إنه أحدد النقاط في الفراغ، حكيت بستخدم الأمر تبعه إيش؟ view point. طيب لو عايزة أرسم صندوق حول السطح، بستخدم إيش؟ boxit ترو، يعني ارسم لي، اوكي. اذا انا حبيت احدد النسبه بين اطوال اوجه الصندوق، نحن حكينا عشان نعرف ابعاد الصندوق بنستخدم ايش؟ بوكس راشيوز، اللي هو ايش؟ نكتب الابعاد تبعه، ايش الابعاد تبعه، اوكي. هاد بالنسبه للاوامر. عندنا هدول الامثله راح نشوفهم على برنامج الماثماتيكا باذن الله تعالى. طب أول مثال قال لي ارسم سطح الدالة ساين اكس كوساين اكس في النطاق هذا، اوكي، حيث يتم النظر إلى السطح من آلة تصوير تم وضعها عند الإحداثيات دول، اوكي. أول شيء نكتب الطلب الأول إنه نرسم هذه الدالة، اوكي. طيب راح نرسم هذه ايش؟ الدالة بلوت 3 دايمنشن، اوكي. طيب الدالة ايش هي؟ ساين اكس، اوكي، كوساين اكس، ساين اكس كوساين اكس، هذه هي الدالة تبعي. بعدك راح اكتب كل متغير والدومين تبعه. طيب المتغير الاول اكس من زيرو الى تو باي، من زيرو الى تو باي، اوكي. بعدك راح نكتب الثانية اللي هي ايش؟ واي، اللي هو واي ايضا من زيرو، سوري، من زيرو إلى تو باي، أوكي، من زيرو إلى تو باي. هنا هذه جزئية إيش؟ الرسم. هذه جزئية إيش؟ الرسم. نشوف إيش اللي مطلوب. اللي مطلوب قال لي حيث يتم النظر إلى سطح من آلة تصوير تم وضعها عند الإحداثيات زيرو ماينس تو زيرو، أوكي. معناه رح نستخدم الأمر تبعنا اللي هو إيش؟ فيو بوينت، أوكي، فيو بوينت. طيب فيو بوينت الاكس هي عبارة عن الزيرو والواي عبارة عن ماينس تو، سوري، الاكس عبارة عن زيرو، اوكي، والواي عبارة عن ماينس تو، والزي عبارة عن زيرو. عبارة عن ايش؟ زيرو. وبكده بنكون خلصنا اللي مطلوب، ما علينا الا نعمل شيفت ان انتر، شيفت ان انتر. الان شايفين معي الرسم، اوكي، شايفين معي بالرسم ايش باين عندي، اوكي. هدول هن المحاور الثلاثة واي اكس زي، اوكي، واي اكس ايش؟ زي. اذا جيت غيرت بكل الاتجاهات فراح يحطيني ايش؟ نفس الشيء، راح يحطيني ايش؟ نفس الشيء، اوكي. هذا ايش؟ هذا بالنسبة لي اللي مطلوب، انه نحن حددنا النقاط طبعا، اوكي.
طيب نشوف ايش اللي مطلوب في السؤال الثاني. ايش اللي مطلوب في السؤال الثاني؟ قال لي استخدم الامر شو، معناه راح نطلق على هذا اسم، هذا راح نسميه RP3. اوكي RP3 equal. اوكي طيب ايش حكالي؟ حيث يتم تغيير موضع آلة التصوير إلى الإحداثيات كده، رح نستخدم الأمر شو في إعادة الرسم المخدم في متغير RP3، حيث يتم تغيير موضع آلة التصوير في الإحداثيات إلى 0. 0 سالب كده وسالب كده. أوكي طيب خلونا نشتغل. سوري رح نكتب إيش الأمر تبعي شو. الأمر تبعي إيش شو؟ سوري الأمر تبعي شو. أوكي بعدين RB3 أوكي RB3 بعدين إيش عندي؟ رح أغير الـ viewpoint. أوكي رح أغير إيش الـ view، رح أغير الـ viewpoint. قال لي غيريها لإيش؟ غيريها إلى النقاط التالية اللي هي إيش؟ اللي هي 0 الاكس الى 0 والواي ماينس 4 والزي 4. اوكي والزي ايش 4. راح اسكر السكوير براكتس. شايفين ايش تغير معي؟ تغير معي. شايفين بالاول كان كيف معي؟ هذا بالاول لما كان الفيو بوينت تبعي اللي هي 0 ماينس 2 0. بعد ما جيت غيرت الفيو بوينت، اوكي غيرت الفيو بوينت الى 0 ماينس 4، 4 جاتني بهذا الشكل، جانب هذا ايش الشكل. اوكي طب نفس الشيء ايش حكالي؟ استخدم الامر شو في اعادة الرسم المخزون في المتغير RP3، حيث يتم عرض السطوح فقط وبدون رسم صندوق من حوله. اوكي هذا الصندوق اللي من حوله هذا مو عايزينه. اوكي نشوف كيف راح نشتغل. شو اوكي RP3 اوكي راح اعمل كوما. بعدين ايش مطلوب مني؟ مطلوب مني انه احنا مو عايزين ايش صندوق، ما عايزين ايش صندوق اللي هو بوكسيت ايش بوكسيت. اوكي فولس يعني لا تصهر لهذا الصندوق، لا تصهر لهذا ايش الصندوق. اوكي فولس سوري الاف كابيتال، اسفه جدا الاف ايش كابيتال فولس. اوكي هذا هو الامر تبعي. قال لي استخدم الشو كويس لإعادة المخزون في المتغير RP3. اوكي بحيث تكون ايش الصندوق اللي من حوله هذا مو عايزينه. نعمل شيفت ان انتر. شايفين ايش صار معي؟ شايفين هذا ما من غير صندوق. اوكي فقط المحاور. شايفين هنا ايش معي؟ معي هذا الصندوق اللي من برا هذا. اوكي هذول هن المحاور، هات وهات وهات، هذول هن المحاور. اوكي وهات هو الصندوق. الان ايش صار؟ هذا الصندوق اختفى، هذا الصندوق ايش صار عليه؟ اختفى، صارت عندي فقط المحاور. هات هو المحور الواي والاكس والزي. اوكي هم ثلاث ايش محاور، ثلاث ايش محاور. وبهذا المثال نكون خلصنا من الجزئية الاولى. اوكي راح اشوفكم بالفيديو القادم بإذن الله تعالى.